ترانيم ومدائح الست العذراء لذيذة ما بتخلص، لو قعدنا نقول الصبح مش هنشبع مش كده. ربنا ينفعنا بشفاعتها وصلواتها. امبارح اتكلمنا عن رحلة كده مع الست العذراء في حياتها وصفاتها الجميلة، والنهاردة نكمل مشوار معاها أيضا. في آية جميلة في نشيد الأنشاد إصحاح 4 وعدد 12 بيقول إيه؟ أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. تاني، أخت العروس، ست العذراء هنا كمان بتتكلم عن الكنيسة، بتتكلم عن ست العذراء أيضا زي ما الأباء وضحوا وفسروا. جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. طب ليه جنة مغلقة؟ ما نفتح الجنة دي والناس تستمتع بالجنة والأشجار اللي فيها والخضرة والفاكهة والورود. بيقول كده إن هذه الجنة المغلقة بتحوي في داخلها الكنز الكثير الثمن الذي ليس له ثمن في هذا العالم، تحوي في أحشائها الله الكلمة المتجسد. طيب ليه بقى مغلقة؟ مغلقة عن العالم، لأن العالم لا يعرف ما هو لله. ولا يعرف ما هو للروح، لأنه عنده جهالة. شوف كده سيد المسيح في الإنجيل اللي قريناه النهاردة في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 8 بيقول اليهود: الحق الحق أقول لكم إن كل من يصنع الخطية فهو عبد للخطية، والعبد ليس بثابت في البيت، وأما الابن فهو يثبت إلى الأبد. طب وبعدين؟ قال أنتم مستعبدين للخطية وفي ظلمة الخطية، صعب عليكم أن تدخلوا إلى جنتي وإلى كنزي وإلى روحي وأعماقي. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. الست العذراء زي جنة مغلقة، أي ليست منفتحة على العالم وشر العالم. وقال كده السيد المسيح: لا تطرحوا القدس لإيه؟ للكلاب، ولا درركم للخنازير. لا تطرحوا القدس للكلاب ولا درركم للخنازير، لئلا تدوسها بأقدامها وتعود فتمزقكم. يعني الكنز لابد أن يكون في، لما يكون واحد عنده جوهرة ثمينة ولا ألماظة كبيرة كده يحطها فين؟ يحطها في الشارع؟ يحطها قدام الناس كده تتفرج عليها؟ هتتسرق مش كده؟ أو هتتداس. لكن يروح حطها في خزنة، قلب خزنة، في قلب خزنة، وفي البنك، ويقفل عليها مش كده؟ هي العذراء كده. العذراء زي تابوت العهد الذي حوى في أحشائها، حوت في أحشائها الله الكلمة. طب تابوت العهد ده كان فين؟ كان في قدس الأقداس. وقدس الأقداس كده كان فيه قدامه القدس بحجاب بتاعه، وبعدين حجاب تاني، وبعدين قدس الأقداس. في تابوت العهد كان في قسط المن اللي بيرمز لجسد المسيح، هو المن العقلي، وكان في عصا هارون التي أفرخت التي ترمز لكهنوت المسيح، وكان في لوحي الشريعة الكلمة الله التي ترمز أيضا للمسيح كلمة الله. هذه الثلاثة التي ترمز للمسيح كانت محواه وفي داخل تابوت العهد المصفح بالذهب، وهو مصنوع من خشب لا يسوس،
رمز لبتولية العذراء. فده بيورينا يعني ايه اخت العروس جنة مغلقة. طيب تابوت العهد اللي مقفول دوت وممنوع حد يشوفه غير الرئيس الكهنة مرة واحدة في السنة بذبيحة الكفارة، يدخل بدم ذبيحة الكفارة وينضح عليه وعلى الحاجات اللي جوه وخلاص ويطلع. ايه؟ قال لا، ده متستهونش بيه. ده كان لما يشيلوه اللاويين ويطلعوا امام الجيوش في الحرب كانت الشعوب الاعداء ترتعب وجيوش الاعداء تهزم. تابوت العهد كان قوة جبارة في وسط بين اسرائيل. كمان الست العذراء التي حوت في احشائها الله الكلمة هي جنة مغلقة للقديسين ولأولاد السر ولأولاد المسيح، وهي قوة فعالة وجبارة من خلالها وبها المسيح يسمع شفاعتها وصلواتها ليعطينا النصرة مش على جيوش العالم ولكن على جيوش إبليس والشيطان وكل القوات. أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. مين يساعدنا في كده؟ ست العذراء والقديسين وسحابة الشهود المحيطة بنا. بيقول كده معلمنا بولس الرسول في سفر العبرانيين: إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. طب نعمل ايه؟ فلنلقي عنا كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. الله، ليه بسهولة؟ في قوة مزخرة في الستر العذراء اللي فوق سحابة وعلى قمة سحابة الشهود والأنبياء والشهداء والقديسين اللي حوالينا يعطونا النصرة والقوة والمعونة في جهادنا، كما عانهم الله يعيننا أيضا في جهادنا. أخت العروس جنة مغلقة. وفي الجنة المغلقة أيضا يذكرنا هذا حينما دخل العريس إلى حجاله وإلى مخدعه وأخذ معه العذار الحكيمات التي يكون النفوس المؤمنة به والمستعدة للقائه إلى النفس الأخير. دخل وأغلق الباب، أغلق الباب فلا يستطيع الأشرار أن يدخلوا، والذين دخلوا مع المسيح واستحقوا الحياة الأبدية والقيامة لا يستطيعوا أن يخرجوا ولا يستطيعوا أن يموتوا لأنهم أبناء القيامة زي ما قال في إنجيل معلمنا يوحنا. ما يقدروش يموتوا خلاص. ليه؟ أبناء القيامة. أغلق الباب عليهم مع العريس زي ما كانت الست العذراء في أحشائها الكلمة المتجسد مغلق عليه حتى خرج إلى العالم من أحشائها ليجمع إليه مرة أخرى في حضنه وفي حضن الآب كل المؤمنين والثابتين فيه ليكونوا معه ويغلق الباب عليهم. وأغلق الباب فيفصل ما بين غير المؤمنين والمؤمنين، يفصل بين العالم والملكوت، يفصل بين الشيطان وأعوانه وبين أولاد الله في ملكوته. الجنة فيها كل ثمرة حلوة وكل شجرة جميلة ولذيذة. ليست بقى فيها شجرة معرفة الخير والشر خلاص راحت لحالها دي، ولكن فيها شجرة الحياة. شجرة الحياة كانت في أحشاء العذراء مريم الجنة المغلقة كانت مغلقة على المسيح شجرة الحياة، وقال كده: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة ويأكل من المن المخفى. أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة. طب العين دي يعني المفروض انها بتنزل مية تروي مش كده؟ طب ازاي عين والعين دايما تفيض؟ العين تفيض تفيض تفيض، بس زي عين ومقفلة. قال تفيض الى الداخل ما تفيضش بس للخارج. يعني ايه؟ يعني كل مجد ابنة الملكة من داخل، ليس من الخارج، ليس بالزينة الخارجية والتحلي بالذهب، ولكن روح الوديع الهادئ
الداخلي الذي هو أمام الله كثير السماء. عين مقبلة. يا سلام لما نقعد كده مع ربنا في قعدة حلوة في خلوة ونقفل على نفسنا كده وتقفل الموبايل بتاعك ولا السلفون والايباد والتلفزيون وتقطع نفسك عن الميديا وتقفل بابك وتدخل إلى مخدعك وتغلق على العين التي في داخلك لتتفجر أنهار ماء حي من بطنك ترويك ثم ستروي الآخرين أيضا حينما تخرج إليهم. في كل مرة ندخل إلى المخدع ونقف أمام الله في الخلوة نفتح إنجيلنا ونصلي بخشوع ونصلي بحرارة وبتركيز ونسجد ونضع رؤوسنا في التراب أمام الله نستنير ونشبع ونرتوي ونخرج العالم نكون فعلا نورا للعالم وملحا للأرض زي الست العذراء كده كانت تشوف المعجزات وتسمع الأقوال وتشوف النبوات تشوف الملائكة تشوف الأحداث تشوف يسوع المسيح بعظمته ومجده وجلاله وكانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها فين؟ في قلبها جوه بتخزن. أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة وبعدين ينبوع مختوم. يعني ايه ينبوع مختوم؟ الينبوع ده بيبقى ليه دايما ايه؟ ليه سورس ليه اصل في اصل بينزل الينبوع ده. اصل الينبوع بتاعنا هو المسيح له المجد. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. بس كلمة مختوم دي كلمة معناها انه ينبوع اصيل سيلد عليه السيل بتاع مين؟ بتاع الاب. يقول هذا الاب قد ختمه. هذا الاب ايه؟ ختمه. يعني قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هكذا احب الله الاب العالم حتى بذل ايه؟ ابنه الوحيد. ده الختم. ابنه الوحيد الحبيب ده ختم الاب. واللي نهر الاردن قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ختم الاب على الابن هو ده ينبوع الحياه. احشاء العذراء مريم وخرج لنا حيا ومحييا. قال انا حي وجنون ومختوم بختم الاب فانتم اولادي ستحيون. انا حي فانتم ستحيون. ينبوع مختوم. ست العذراء يا احبائي كان مصدر ينبوع الحياة يخرج من أحشائها هو يسوع المسيح وختم بختم الآب وشهد له منذ وقبل ولادته. جاء الملك جبريل وقال لها إيه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي إيه؟ تظللك. ده بيختم هنا الآب بيختم. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. فلذلك ايضا القدوس المولود منك ده واخد خدمة الاب اهو يدعى ايه؟ ابن الله. ابن الله هذا هو الينبوع المختوم. الينبوع المختوم بخدمة الاب الاصيل جنوين. قال لهم خلوا بالكم سيأتي بعد ايه؟ مسحاء كثيرين بس مش مختومين مش ختم ده مش اصلي. مسحاء ظهر مدينة تشاينا ولا ايه ما نعرفش. ها ما كله بيعمل في تشاينا ده حتى صورة المسيح وكله بيتعمل في هناك. قال لهم لا لا المسيح اللي جه ده اصيل مختوم اصيل مختوم اصيل مش صنع الناس مش صنع الناس. زي ملك صادق لك ليس له اب ولا ام بلا بداية أيام ولا نهاية أيام بل هو مشبه بابن الله ليس له نسب من بني لاوي رغم أنه كاهن الله العلي. هكذا المسيح
رغم أنه لم يكن من سبط هارون أو من سبط لاوي من أولاد هارون، ولكنه جاء مختوما بختم الآب، أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ونظام يعني ملك صادق. ده ختم الآب لكهنوت المسيح. ست العذراء حملت في أعشائها هذا، حملت في أعشائها المسيح الكاهن على طقس ملك صادق، زي ما كان تابوت العهد فيه عصا هارون الكاهن الذي يرمز لكهنوت المسيح. شوفوا كمان في حزقيال 44 وآية 2 بيقول إيه؟ بيقول إن وراني في المشرق هذا باب، والباب دوت مقفول، وقال له كده هذا الباب اللي في المشرق ده يكون مغلقا لا يفتح. ليه؟ لا يدخل منه إنسان. طب ليه؟ لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون إيه؟ مغلقا. ست العذراء اللي دخل في أعشاء المسيح، ناس يقول لك دي بعد كده اتجوزت يوسف وجابت إخوة الرب، إخوة الرب دول جم العذراء. يا أخي اختشي، النبوة واضحة، النبوة واضحة. هذا الباب اللي دخل منه الرب ما يدخلش منه إنسان تاني. مش ممكن تحمل بعد ما حملت في عشائها ابن الله الكلمة القدوس ان يجي بعد كده حد تاني من أعشائها تاني. وراله باب في الشرق مغلق وقال له هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان. ليه؟ لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. عشان كده بيقولوا الست العذراء أختي العروس جنة مغلقة ما قبل الحمل بالمسيح وأثناء الحمل بالمسيح وبعد ولادة المسيح، عين مقفلة، ينبوع مختوم، بنسميها الدائمة إيه؟ البتولية، دائمة البتولية. مش لأن الجواز حرام ولا حلال ولا لا، لأن ده شيء مخصص جدا لله، قدس للرب، قدس للرب ما حدش يدخل فيه، قدس الأقداس ما كانش حد يدخل فيه ولا يتجرأ أن يدخل فيه إلا رئيس الكهنة اللي يرمز من المسيح. كان رئيس الكهنة يرمز المسيح، ممنوع على أي كاهن عادي يدخل، حتى مش لاوي ولا لا، ممنوع. وكانوا لما رئيس الكهنة يدخل جوه عشان مرة في السنة يقدم ذبيحة الكفارة بالدم، يرش من ذبيحة الكفارة عن نفسه وعن الشعب جوه، كان يربط رجله بسلسلة ويحطه سلاسل في رجليه وجلاجل كده عشان بيدخل وراء الستر اللي هو الحجاب، وطول ما هو جوه بيشخر كده يعرفوا انه ايه، انه حي. لو مات جوه، لو حصل له اي حاجة ومات جوه، ممنوع حد يجي يدخل يجيبه، فيلوه الصوت الجلاجل ده مش موجود. في ابونا سألوا عليه جوه، يا حنانيا يا عزاريا يا حنان يا قيافة، إذا ما ردش مرة اثنين ثلاثة يشدوا الحبل من رجلي يطلعوا، إذا كان ميت خلاص ممنوع حد يدخل يجيبه. ده الطقس بتاع اليهود كده في التلمود بتاعهم وفي حاجات التقليد بتاعهم. شوف قد إيه، ليه؟ ليرمز للمسيح، هو بس اللي يدخل إلى هذا القدس الأقداس. ليه؟ هذه تحقيق أيضا النبوة بتاعت حزقيال أقولها ثالث، هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل فيه فيكون مغلقا. جوه تابوت العهد، في تابوت العهد فيما يرمز للمسيح، قسط الذهب المفيل المن، عصا هارون التي يرمز لكهنة المسيح، لو حي كلمة الله أو العشر وصايا التي ترمز لله الكلمة. هذه هي العذراء، تابوت العهد اللحمي المقدس الذي حوى في أحشائه وفي داخله الله الكلمة، الله الكلمة، نبع الينابيع وماء الحياة وخبز الحياة، والكاهن إلى الأبد
على طقس ملكي صادق. حوته هذا كله في داخلها في أعشائها، وكان الفنس كده اللي بيغطي كل هذا الكنز هو إيه؟ هو جسدها، هو أعشائها. لذلك أحبائي، لم يشأ المسيح أن هذا الجسد يبقى في التراب، وأخذ وأصعد هذا الجسد. وبنقول عيد صعود إيه؟ جسد العذراء. بنعيد بعيد صعود جسد العذراء. يعني واحد يقول لك يعني ما هي العذراء، يعني إيه؟ هي وسيلة بس ورت لنا يسوع وخلاص، زي البيضة اللي بناخد منها الكتكوت ونرمي القشر. عيب 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 عيب. ده أليشع اللي كان يتقى الله وعاش مع ربنا وليه علاقة مع ربنا، أليشع عظمه في القبر لما وقع عليه واحد ميت قام. لما وقع على عظم أليشع واحد ميت قام، مش كده؟ ونشوف رفات القديسين بتعمل معجزات قد ايه، رفات أبو سفين ومرجرجس، رفات القديسين. يعني كل شيء بيتعامل مع الله يتقدس. فكم وكم تكون العذراء مريم أحشائها وجسدها وكل ما فيها تقدس، بأن الروح القدس حل عليها وقوة العلي ظللتها، والمولود منها هو ابن الله، هو ابن الله. هذا العذراء بهذا الغنى وهذا الجبروت، زي ما اتكلمنا امبارح، كانت مثال للاتضاع ومثال للخضوع ومثال للتسليم لله. قالت للملاك غبريال كده، وهو لما قال لها ان انت هتحملي وتلدي ابنا تسميه يسوع، قالت له طب قول لي ازاي؟ قال لها الروح القدس حل عليكي، قوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ووزا نسيبتك اليصابات هي حبلى أيضا بابن في شيخوتها، وهذا هو الشهر السادس، تلك مدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير مستطاع عند الله، كل شيء مستطاع عنده. قالت له إيه؟ هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك، ليكن لي كقولك. ومن ساعة ما قالت ليكن لي كقولك حل الروح القدس فورا، وابتدى الحمل الله في أحشائها من تلك اللحظة. تسليم كامل لمشيئة الله، رغم أن زي ما قلت لكم بارح كانت ممكن تعرض للرجم لأن لم تكن تتكلم ولم تكن تدافع عن نفسها. تسليم الله بالكامل، سلم للرب. حققت الآية التي جاءت في سفر الأمثال، تقول إيه؟ توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. محدش هيقدر يعمل دي إلا إذا كان عنده إيمان كبير. وبعدين واحد يقول لي يعني ألغي عقلي؟ يعني ما فكرش؟ لا يا حبيبي، لا يا أختي، ما تلغيش عقلك، ما تلغيش عقلك. ربنا ادانا عقل دوت ديوازنا وبركة، هنفكر وندرس ونبحث ونشوف ونسأل كل حاجة. طب وبعدين؟ وبعد ما نشوف ونسأل ونعمل كل حاجة، نسلم كل شيء في يد ربنا، نقول له أنا رب عبدك، عبدك جاهل، أنا بعملت دراسات وسألت وبتاع، بس كل ده يا رب إن ما كنتش أنت تمد إيدك ما فيش فايدة. فإن لم يبني الرب البيت فباطن يتعب البناؤون، ولم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. عبدك جاهل يا رب، أنا اجعلني كبهيم من عندك، زي بهيم كده تجره شمال يمين يمشي زي ما انت عاوز. أنا هفكر وراك يا رب، أنا فكرت وتعبت من تفكير، وهذه الدراسات بتاعتي اهي، وهذا الموضوع بتاعه، وهذه مشكلته اهي، بحطها قدامك، لكن بقولك في الآخر لتكن مشيئتك يا رب، لتكن مشيئتك. فممكن ربنا اللي انت فكرت فيه مشيه، يقول لك اوكي كويس، ممكن يغيره، ممكن يعدل فيه، ممكن يلغيه خالص، ممكن يأجله. في هذا كله الله يستجيب، في هذا كله للخير،
ونحن نعلم أن كل الأشياء كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كانت العذراء مثلا رائعا في التسليم. هو ذا أنا أمت الرب ليكن لي كقولك. اللي أنت عاوز يا رب أعمله ليكن لي ما تقول يا رب. لما أقرا في كتاب كده ولاقي آية والآية كده بتقول لي يعني آية بتكلمني الآية دي بالذات بتكلمني كده جوايا وبعدين عصلك معاها الآية دي أصلي مش على مزاجي ومش حسب اللي بعمله أنا بعمل ضد الآية دي لا أسلم بقى أقول له يا رب الآية دي أنا بكسرها كتير أنت بتقول لي غضب الإنسان لا يصنع بر الله ده أنا أي حاجة بتغضبني بزعق وبخبط وارزع واشتم أحيانا واحلف في غضبي ببقى وحش قوي وانت النهارده بتقول لي غضب الانسان لا يصنع بر الله والغضب يبيت في حضن الجهال طب يا رب ايه اقول لك انا في الحته دي ضعيف بس ليكن لي ايه كقولك ليكن لي كقولك انت بتقول لي ما تغضبش حاضر دعني لا اغضب يا رب دعني لا اغضب حسب البنت ديت الاحسن يقفل عليها الباب دعني لا اغضب ليكن لي كقولك بتقولي من نظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبي طب أنا عينيا مش مظبوطة يا رب وتبص شمال ويمين بنجس قلبي وفكري وبعدين اتعودت على كده اوتوماتيكالي كده بس انت بتقولي النهارده بتقولي كده ما تبصش غلط حاضر ليكن لي ايه ليكن لي كقولك يا رب اقول الآية دي واقولها ويجي المنظر قدامي وافتكر ليكن لي كقولك ما تبصش حاضر ما تغضبش حاضر ليكن لي كقولك ليكن لي يعني فلتأمر بهذه الوصية أن تكون أمر مش ترجي لما يقولك لا تشتهي ده فعل أمر مش بقولك لو سمحت عشان خاطري لا تشتهي لا ده فعل أمر طب يا رب انت بتأمرني على اي اساس وانت عارف ضعفي وانت عارف ان انا في حروب كتيرة في جوايا وفي داخلي وتربيتي كده وعقد النفسية واللي حواليا ومضغوط ومخنوق على اي اساس بتأمرني بحاجة اصعب من امكانياتي قال لك على اساس النعمة اللي بديها لك على اساس المعمودية اللي خدتها والروح القدس اللي جواك والتناول اللي بتاخده والانجيل اللي في ايديك ده انا بديك قوة لو انت هتخضع وتسلم شفت امي قلت لها حاجه صعبه جدا عن طريق الملاك بعت لها حاجه صعبه كان ممكن تقول لي لا ده انا اترجم وبعدين تقول ليكن لي كقولك ماشي يا رب اللي انت عاوزه يتعمل فليكن اديني قوه واديني معونه واديني مقدره وليكن لي كقولك وكان قول الرب وبعدين لم تفتح فاها بكلمة ولما أراد يوسف تخليتها سرا لأنه كان رجل بار جاء الملاك قال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس الست العذراء إيمانها كان جبار يا أحبائي جبار تخيلوا الملائكة كلها القدوس المولود منك يدعى ابن الله ابن الله هذا ولدي ابن الله احنا عندنا لما حد يبقى هاي واحدة بقى هتولد بنت ولا ولد اذا بنت بقى تبتدي قبل الولادة تجيب ايه فساتين وحراير ومش كده مستلزمات يعني وإذا ولد تجيب له بدلة مش عارف إيه وشكل إيه وأصبع حاجات كده دي كانت غلبانة لا بدلة جابت بدلة للمسيح ما سمعناش ولا جلبية غلبانة ما عندهاش تجيب جلبية للمسيح قمطته بإيه بحتة قماش حتة قماش على فت حتة قماش كده وخلاص حطته في تبن طبعا تقول ابن الله ده هيتولد في قصر هيتولد في قصر قعدت شهر اتنين تلاتة
هيا يا يوسف الحكايه ولا السوق نايم اليومين دول، يا دوبك عملت لي كرسي، يا دوبك جاب بيجيب اكله قد على قدنا، طب بكره اهو فرجت في كنبه هنعملها في الهيكل ولا حاجه شويه. يعني بالكفاف، عايشين بالكفاف. ولما راحوا يكتتبوا جت ايام التالت لم تجد مكان في ايه في 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 المنزل، يعني زي هوليداي ان ولا ان اي ان ان ده المنزل بيقولوا ينزلوا فيه، يعني اوتيل ملقوش مكان في كله فل. ليه؟ اصل هم لو كان معاهم حصانه بتاع كان راحوا بدري وحجزوا بدري وعملوا بوكينج بدري، ها، وقالوا لها ما فيش مكان. طب وبعدين؟ راحت في الزريبه اللي بيحطوا فيها الركاب بتاعتهم، الحمير والحصنه والجمال وشويه غنم. اضطرت انها تضع ابنها تلده فين؟ في مزود حقير، في زريبه. ايمانها ما تهزش، ما قالتش الله لا يكونش ده كلام، انا تهيألي معقوله ده ملاك اللي جالي بقى ده يبقى ابن الله ويتولد في 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 مزود؟ ما قالتش كده. ايمانها زي الجبار، جبار ايمانها. ها يا مريم ايه رايك في العيل ده؟ ايه في حاجه منور كده بتاع؟ ابدا، ده عيل عادي، عيل وبيبكي وبيرضع وبيعمل على نفسه عادي. شابهنا في كل شيء، كل شيء ما خلى الخطيه واحده. لم يهتز ايمانها. شويه كده لقيت الرعاه داخلين، ده احنا شفنا ملائكه وقالوا المجد لله في الاعالي ونور وقالوا يسوع. ايمانها ايه؟ ها يتثبت، ما ربنا يسند على طول. طيب وبعدين شويه كده ومش عارف بقى يعني كم شهر ولا سنه ولا اكتر، لقيت المجوز جايين جايبين بقى ذهب ولبان ومر. اين هو المولود ملك اليهود؟ وسجدوا قدامه وفتحوا كنوزهم. فرجت فرجت. وبعدين ملاك يقول ليوسف يلا جري على 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 مصر. تقول اشكرك يا رب، اشكرك يا رب اله خلاص. ده ابتهج روحي بالله ايه؟ مخلصي، بيخلصني، بيجد مضيقات، صحيح بيجد مضيقات وبيمر معايا في الضيقات وبيخلصني. روح يا يوسف بقى فكنا شوية الذهب دول، هاتولنا قرشين عشان الرحلة بتاعت مصر. وهكذا وهكذا وهكذا. إيمان جبار. ست العذراء علمنا كيف في تسليمها كان يسندها إيمان جبار. أنا مش هكتر عليكم عشان احنا أخذنا ردي 5 دقايق، بس هختم تاني لأن لو عدنا نقعد نتكلم عن العذراء وصفتها عاوزين أيام. هقول تاني كده، أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. حزقيال يقول هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. لإلهنا المجد الدائم من الآن وللأبد، آمين. صفاته من العذراء كتيرة جدا و